السلام الله عليكم. عادت ذكرى الاستقلال وعادت مشاهدين معها تساؤلات مطروحة ومشروعة في الوقت نفسه عن ماهية الاستقلال، وهل كما يراه بعض المراقبين لا يتجاوز حدود الجغرافيا؟ هل تحقق بيان أول نوفمبر؟ كيف نقيم مرحلة ما بعد الاستقلال؟ هل يشعر الجزائريون فعلا بالسيادة الوطنية في بلدهم؟ هل هم أحرار يتمتعون بكامل حقوقهم كباقي مواطني دول العالم؟ ثم ماذا عن 53 عاما مضت والشباب ما زال عرضة للانتحار حرقا أو غرقا عبر قوارب الموت فرارا من بلدهم لأنهم شعروا بالظلم الاجتماعي هكذا يقولون؟ ثم ماذا عن الأعداد الهائلة للمهاجرين نحو الخارج خصوصا في العشرية الأخيرة؟ نشاهد مشاهدنا الكرام التقرير التالي ثم نعود. لا شيء في الجزائر يوحي بأن أجيال ما بعد الاستقلال ما زالت منتشية بثورتها الكبرى التي ملأت الدنا وشغلت الورى كما يقول شاعر الثورة الكبير مفدي زكريا. صحيح أنه لا يكاد يوجد جزائري واحد يتنكر للتضحيات الجسام التي قدمها الآباء والأجداد، لكن الواضح أن وهج ثورة نوفمبر الكبرى بدأ يخفت مع مرور السنين، وبالأحرى مع تفاقم الفشل والإخفاق في إنشاء دولة جزائرية وفقا لمبادئ أول نوفمبر، دولة ينعم شعبها بالكرامة ولا يحلم شبابها بالهجرة إلى الضفة الأخرى، حيث فرنسا التي ما زالت تتنكر لجرائمها تستغل مستعمرتها السابقة وتتعامل معها باستعلاء. فمن شوه ثورة نوفمبر المجيدة في أذهان شباب الجزائر؟ وما الذي جعل مناسبة استقلالها بعد قرن ونصف من الاستعمار والاستيلاب والاستغلال والتغريب تبدو ذكرى بلا روح في نظر الملايين من الشباب الجزائري؟ لا يوجد أفضل من الواقع مجيبا عن هذه التساؤلات وغيرها. الواقع وحده بلا أرقام كما يراه الشاب الجزائري الذي يستيقظ في الصباح ويتكئ مثل أقرانه على حائط الحي يحتسي القهوة ويدخن سيجارة ربما محشوة بقليل من المخدرات وينشغل بالمرة في انتظار المساء ثم الليل، وهكذا تمر الأيام وحلمه أن يحصل على تأشيرة أوروبية يغادر بها الجزائر التي ضحى من أجلها الملايين. بالنسبة للشباب الذين تفترسهم البطالة لا يوجد أمل في الجزائر حتى وإن توفر شغل. مظاهر سلبية لا حصر لها أفرزتها عقود التسيير الفاشل للبلاد تدفع في بعض الأحيان إلى الرحيل ليس فقط إلى جنة أوروبا لكن إلى العالم الآخر. لقد فشلت منظومة الحكم التي اختطفت الجزائر مباشرة بعد استقلالها في تحويل خيرات البلاد إلى رفاهية لشعبها المناضل. لقد استغلت ثروة النفط ورموز الثورة من أجل تحصين الحكم متناسية تحصين البلاد في مواجهة مختلف التحديات. النتيجة كما يراها العالم أصبحت كاريكاتيرية وفي بعض الأحيان أسطورية. الجزائر بلد على كرسي متحرك مثل ما كان العالم القديم على كف عفريت أو قرن ثور. فكيف لشباب الجزائر أن يحتفل بثورة تستغلها منظومة حكم فاشلة؟ وكيف لشباب أن يصدق كذبة تسليم المشعل التي تردد على مسامعه منذ استقلال البلاد؟ فهل بات المشعل أيضا مثل المطالب تنتزع ولا تعطى؟ التقرير لزميل صابر أيوب مشكورا. ضيفي الكريم مشاهدينا الكرام الأستاذ محمد العربي زيطوط الدبلوماسي السابق وعضو أمانة حركة رشاد. أستاذ محمد العربي رمضان مبارك أولا لنا ولكم ولجميع المؤمنين إن شاء الله. نبدأ بما أشار إليه التقرير أن الجزائر تشهد ردة لا أبا بكر لها هكذا يقول أهل اللغة. في ماذا هذه الردة؟ حول هذه أن المآثر التاريخية ذكرى الاستقلال يمر مرور الكرام. ليس للجزائريين الآن من الاستقلال إلا رسمة هكذا قالوا، ليست هناك لا ندوات ولا لقاءات ولا مؤتمرات ولا فرح للجزائريين في الشوارع والساحات والميادين أن فعلا الجزائر تحيي الذكرى 53 لاستقلالها. وهو ما يؤشر في واقع الأمر إلى ما آل إليه الاستقلال وما آلت إليه الجزائر في هذه الأوضاع وتحت حكم العصابات التي ابتلت بها هذه البلاد. هذه البلاد اللي ضحى الناس من أجل أن تكون حرة ومستقلة ضحوا بالملايين عبر التاريخ، ولعل الملايين أيضا منذ الاستدمار والاستخراب الفرنسي منذ أن وطأ هذه الأرض الطيبة. وطبعا كانت الثورة الكبرى والانتفاضة العظمى ابتداء من 54 واللي سبقتها انتفاضات وثورات شعبية ومقاومات شعبية، يعني ربما كتب وآلاف الكتب لا تحملها إذا كتبت حقيقة، لأن هذا أيضا تاريخ ضاع.
ومع ذلك، رغم كل هذه التضحيات، رغم تاريخ الجزائر المجيد، رغم ما أخرجت للعالم قبل الاستعمار الفرنسي وبعد الاستعمار الفرنسي من طاقات ومن قدرات ومن شخصيات، مع ذلك الجزائر اليوم في صورة كاريكاتيرية حقيقة كما اسمها التقرير، بل صورة مخلة، بها، مخلة بالحياء، مخلة بالرجولة، مخلة بالجزائر. تحولت الجزائر إلى لعبة، في أيد مجموعة من أشخاص فرضوا قانونهم، فرضوا الدبابة، انقلبوا على إرادة الشعب، ثم مش فقط انقلبوا على إرادة الشعب، راحوا يأتوا باللصوص ليحكموا البلاد. يعني شخص في الوثائق الرسمية للدولة الجزائرية كان لص، كان متهم بسرقة ملايين دولارات ورجع البعض منها، وهذا دليل على أنه كان لص وكان سارق، يأتون ويضعوه رئيس، ثم هو ينتقم من الشعب الجزائري ومن التاريخ ومن الجزائر ومن الجميع لأنه لم يكن رئيس سنة 79، ويذهب إلى حد تعديل الدستور في 2008 ويقول أن التعديل ضروري و لكي يفتح العهدات. ليس ذلك فقط، بل أنه حتى في الوقت اللي يصبح فيه عالة على نفسه، لا يستطيع أن يتحرك على رجليه، لا يستطيع أن يتحدث مجموعة كلمات، في هذا الوقت يفرض نفسه ومن معه يفرضوه، خاصة العسكر، لعهدة رابعة في مهزلة عالمية لم يسبقنا إليها أحد، في نكسة تاريخية لم يسبقنا إليها أحد، بحيث يكون رئيس لا يتحدث، لا يقف على رجليه، لا يخطب إلى الشعب نتاعه، يبعث برسائل أحيانا طولها 30 دقيقة 20 دقيقة، يقرأها الصحفي أو الصحفية في 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 لا تنتهي، ولكن هو ما يقولش أربع كلمات لهذا الشعب، ويقول لك راه لا بأس عليه، حتى أن سلال السفيه يقول بالأمس أنه لدينا جيش قوي ورئيس واقف على رجليه. مهزلة، ورئيس واقف على رجليه بهذا اللفظ، أن بريزيدون دوبو، كما كتبت الصحافة المفرنصة اللي طلعت عليها، أون أين أرمي فورتي أن بريزيدون دوبو. وصلت هذه المهازل إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن أصبح يطمع فينا القريب والبعيد، إلى درجة أن الناس في بوروندي رفعوا شعار هذه ليست الجزائر، لما الرئيس انتاحهم أراد أن يعدل الدستور ويذهب إلى عهدة ثالثة، قالوا هذه ليست، مع أن الرئيس انتاحهم ما زال يعتبر من الشباب وقادر على نفسه وقادر على طاقته وعلى كل شيء، قال لهم هذه ليست الجزائر، هذه في بوروندي. واللي ما يعرفش بوروندي، هذا بلد صغير في أدغال إفريقيا، هكذا سكانه ممكن 2 مليون ولا 3 مليون، ولا يسمع به إلا القليل. طيب، سأعود إليك أستاذ محمد العربي. الآن مشاهدنا الكرام، مرحب بانضمام الدكتور إسماعيل معراف، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي المعروف. أستاذ إسماعيل، ما حجة السلطة في عدم احتفائها بمثل هذه الذكريات التاريخية؟ وهل هنالك ذكرى تاريخية بارزة أكثر من الذكرى 53 لاستعادة السيادة الوطنية أو الاستقلال في الجزائر؟ اولا تحيه ليك الاخ عثمان، ورمضان طيب، وايضا لاخي وزميلي محمد العربي زيتود بالاستوديو. شكرا لك. في رايي بانه الان ربما نتكلم على الذكرى 53 بالنسبه انا لا اسميها الاستقلال، بل هو الاستغلال الحقيقي لثروات البلد واللعب بها هكذا بدون وجه حق. ونحن الان لسنا امام سلطه، صراحه بكل موضوعيه، نحن امام شركة ذات أسهم لأشخاص يتحكمون في هذا البلد مثل ما يريدون، ويستمدون صراحة شرعيتهم منذ زمان، ليس من الداخل، لأنهم يعرفون بأن الداخل تقريبا منوم تنويما مغناطيسيا بفعل صراحة بعض من الألاعيب لبعض من الأشباه الذين يمارسون السياسة من هنا ومن هناك. هم يستمدون شرعيتهم ومصداقيتهم من المستعمر السابق، وبالتالي أنه هذا الذكرى صراحة، هذا الحدث التاريخي أصبح لا معنى، لأنه أصبح أيضا سجل تجاري يلعبون به مثل ما يريدون، يدمون صراحة عمر أزمة الجزائر والجزائريين. والأدهى مثل ما قال سي محمد العربي واستمع له التقرير، وأنا موافق تماما مثل ما قال، الأدهى هو أن شخصيا أستمع لكل المهازل تتواصل، وحتى داخل المؤسسة العسكرية التي كان من المفروض أن تكون على الأقل وفية لجيش التحرير الذي قدم صراحة مقاومة ضد مستعمر أعلى قوة في الحلف. طيب دكتور إسماعيل، ما رأيك في وجهة النظر القائلة
احترنا في أمركم، إذا احتفلنا بمثل هذه الذكريات قلتم إنكم تبذرون الأموال الطائلة، وإن لم نحتفل لومتمونا وقلتم ما هذا كيف تمر مثل هذه الذكريات في صمت؟ يا 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 صديق عثمان، أنا نقول بأنه أحسن ربما هدية تهدى للشعب الجزائري في هذا هو أن يترحى هؤلاء الذين يحكموننا على السلطة، وأن ربما يستفيقون للتاريخ. ولكن من جهة أخرى أنا متابع جيد للحياة السياسية، لا أعتقد أن هؤلاء ربما مصممون على ذلك، لأنهم تقريبا أصبحوا مفسدون ومأصل الفساد، وأيضا بذروا بما فيه الكفاية أموال الجزائريين 850 مليار دولار، ومع ذلك أنه ما زال هناك للأسف أنه حتى بعض من المحللين وبعض الباحثين وبعض من لا أسميها النخبة، ما أيضا تتبع هذا الطغمة إلى غداك، يقولون هناك إنجازات وأن الإنجازات. والبارح اجتمعت في بعض القنوات الخاصة والتلفزيون الجزائري بأنه لابد أن نقيس الإنجازات بحجم المشاكل التي مرت عليها الجزائر، لكن نقول بأنه في بلدان صراحة مروا بمشاكل أكبر منا، ولكن مع ذلك حققوا قفزات نوعية في مجالات اقتصادية ثقافية اجتماعية سياسية ودبلوماسية. الاحتفال صراحة أنا شخصيا أعتقد بأن أيضا هي جرعة أخرى تعطى للنظام لكي يستمر، لأنهم يستغلون هذا الحدث التاريخي، يستغلون أيضا عدم الوعي الموجود على الجزائريين، لأنه صراحة حتى بالنسبة للمعارضة هي لغاية الآن ما زالت تتحسس الطريق باتجاه أنها تعرف كيف تدك معقل هذا النظام. طيب خليك معي دكتور إسماعيل. هناك دكتور إسماعيل خليك معي، سأعود إليك بعد لحظات. أستاذ محمد العربي، ما رأيك في هذه الوجهة النظر؟ يتبناها بعض من يدورون في فلك السلطة أن الجزائر لم يمضي عليها إلا 53 عاما، لماذا أنتم تلوموننا؟ هنالك دول ما تزال تتخبط في مشاكل لا تنتهي، يعني إذا عملنا مقارنات بعض يعني طبعا هذا الكلام ربما كان يقدروا يمروه على بعض الناس لما ما كانش كاين الفضائيات وما كانش كاين الانترنت وما كانش كاين هذه الأشياء، لكن الآن الناس تشاهد وترى مثلا أن كوريا الجنوبية اللي كانت وضعها سيء جدا، يعني لما خرج الغزاة الفرنسيين من الجزائر كانت الجزائر في وضع أفضل مليون مرة من كوريا الجنوبية. لما نذكروا كوريا الجنوبية اسمع فقط كلمة سامسونج، واش تعني اليوم سامسونج؟ واش تعني اليوم LG؟ واش تعني اليوم هونداي؟ واش تعني هذه الأسماء؟ هذه سامسونج ميزانيتها أكثر من ميزانية الجزائر، وهي مجدورة نفطية، ليس لها أي موارد طبيعية إلا قليل، حاجات بسيطة هكذا، ليست شيء. وكانت أصلا دولة وهي لما قامت نهضتها بنات كدولة فلاحية، وهي خرجت من حرب مدمرة لا تقل على الحرب اللي خرجنا احنا منها، وهي في مواجهة أعداء، وكان العدو الأكبر هو الصين قابلها، ناهيك عن كوريا الشمالية انت اللي أيضا اللي هي مقسومة. هذا مثال. أين ماليزيا؟ أين ماليزيا؟ أين الفيتنام؟ أين تركيا؟ أين كل هذه الدول؟ وكيف استطاعت في 20 سنة؟ تركيا اليوم فيها أقل من 15 سنة، يعني هذا أردوغان وصل للحكم في 2002، أعتقد أنه وصل كرئيس 2002 أو 2003 كرئيس وزراء، لأنه أصلا كان محكوم عليه بالسجن، وكما تعرف عبد الله غول هو اللي تولى الفوز في البداية، وقبل هذا كان رئيس بلدية اسطنبول، كان بلد اسطنبول من 2002، يعني بعد صاحب البرويطة اللي احنا عندنا، مع احترامي لكل الناس العجزة، مع احترامي لكل الناس المرضى، مع احترامي لكل الناس اللي قاعدين على 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 وضع او على حال لحال كما هيك، مع احترامي كلهم، لكن نحن نتحدث عن شخص وهو من معه حطم البلاد وهو في وضع صحي مزري جدا. يعني لما جاء أردوغان جاء بعده، انظر أين تحولت تركيا وكيف أصبحت تركيا اليوم 16 اقتصاد في العالم. اليوم تركيا تصدر عشرات المليارات من الدولارات. تركيا ليس لها بترول، ليس لها غاز، ليس لها، تركيا لها مجموع كل أحوال كل من حول تركيا هو عدو لها بشكل أو بآخر، عدو من الماضي أو عدو من الحاضر. تركيا بل أن تركيا لها أعداء في أوروبا ولها أعداء في الولايات المتحدة، ونحن نعرف أن الدولة العثمانية يعاديها، ما زال الناس يعادوها لحد الآن، وتركيا تعتبر هي الوريثة لها، وانظر ماذا يفعلون في قضية الأرمن، وماذا تفعل فرنسا، وماذا تفعل ألمانيا، والقصة طويلة. انظر إلى ماليزيا، ليس لها أي موارد طبيعية، ليس لها أي شيء، في ظرف 40 سنة
وتحت قيادة محمد مهاتير. مهاتير نعم، تحت قيادة محمد مهاتير اللي استقال قبل 7-8 سنوات وترك من المنصب نتاعو، فإذا بها تتحول إلى قوة صناعية، قوة ضاربة حقيقة، وهي أيضا خليط من صينيين ومن مسلمين، ولها أيضا عدوات كثيرة، وهي جزر مفرقعة وجزر مشتتة في كل مكان. انظر إلى هذه الدول وهذه الأمثلة وثم يقولنا 53 سنة. نحن لدينا قارة، لدينا بترول، لدينا غاز، لدينا موقع استراتيجي هائل، لدينا تاريخ هائل، لدينا قوة شبابية هائلة، لكن لدينا قيادة ليست فاشلة وإنما فاسدة مفسدة، ووصلت إلى درجة أنها أصبحت خائنة اليوم عندما تفتح أجواءها وأراضيها للاستعمار الأمس. طيب دكتور إسماعيل، ما نصيب الشباب فيما يحدث أو في دولة الاستقلال عندما نراجع هذه الأرقام؟ أرقام فظيعة، أرقام مهولة، حتى المراقبون في العالم يندهشوا لها. الناس تحت تنتحر حرقا وغرقا عبر قوارب الموت، دون ما الحديث عن هؤلاء الذين يفرون من الجزائر، أقصد الأدمغة، إلى كندا، إلى اليابان، إلى فرنسا، بريطانيا. كل هذا حدث في عهد فترة دولة الاستقلال. بماذا نبرر هذا كله؟ أعتقد أنه نبرر بالفشل الموجود على مستوى بناء الدولة الوطنية، دولة المؤسسات، ولدفة دولة الأشخاص، غياب استراتيجية، وأيضا غياب أيضا خطة براغماتية لتطوير البلد، مثل ما كان يقول زميلي في زيطوط، مثل ما فعل كثير من الدول، تركيا وكوريا وأيضا الأرجنتين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا إلى غداك. وبالتالي أنه في تجارب كثيرة، ولكن أعتقد بأن إصرار من يحكم في هذا البلد، وأيضا ربما رغبته في أن يبقى في السلطة رغم كل الدمار الذي ألحقه بهذا البلد إلى غداك، وأيضا ما زالت الآلة الإعلامية والآلة الحزبية والسياسية ما زالت تصر على أن كل من ينتقد وكل من يحاول أن يقدم وجهة نظر فهو خائن ومرتزق ويتبع أجندات خارجية إلى غداك. وللأسف أن حتى الأحزاب السياسية صراحة التي تدعي بأنها في المعارضة إلى غداك لم تستطيع أن تقدم خطابا برغماتيا تقنع هؤلاء الشباب بأن مستقبلهم ليس في الخارج، لابد لهم أن ينضموا للأحزاب السياسية، ولابد لهم أن يقاوموا هذا الطاعون الذي يحكمنا وهذه الكوابيس التي ما زالت مسيطرة علينا إلى غداك. الشباب الآن ضاقوا صراحة بكل ما يعني مسألة الضيق، لأنهم صراحة أصبحوا ينظرون للبلد بأنه الجزائر يدفنها في دوليتريتي يعني، وخمسة سويلة هو عيدهم الشباب وكذا إلى غداك. سازمان لما تشوف مثلا في التعيينات للجيش إلى غداك، هناك بعض الكثير من الليزوفيسي جان اللي صراحة همشوا وأيضا طردوا من المؤسسة وأخرجوا للتقاعد عنوة إلى غداك، وما عذلك تجد بأن جنرالات وأنوية يصيرون يتجاوزا 70 إلى غداك، ما زالوا يحظنوا بالترقية. في الجهة الأخرى حتى بالنسبة لمسألة شوف الاستعمار، وإحنا نتكلم عن الاستقلال إلى غداك، الاستعمار كان عنده مقولة فرق كسد، الآن النظام لديه مقولة فسد كسد، يعني فؤالير بوفير لاكلوشة ديزاسيون تاع كل مون، يعني مسألة أن لابد من إفساد كل القيم. انظر الآن إلى الجامعة، الجامعة الآن فيها 1,400,000 طالب، ولا أستاذ في الجامعة وأعرف ما أقول، الجامعة أصبحت صراحة بفعل هذا الإفساد الذي قدمه النظام إلى غداك، أنه تقريبا كوم هائل من الجامعيين، ولكن ليس لهم وعي، هم يخافون حتى من أنهم ينضمون في حركات من أجل الدفاع عن مصالحهم، وأيضا أصبحوا يستكينون. انظر كل القطاعات الأخرى، نتكلم عن الشباب وجه خاص إلى غداك، اليوم أصبحنا أمام 2 مليون بطال، رغم أن وأكثر، لا أعتقد أنه الرقم هذا الرقم صحيح، رغم أنه ليس رقم رسمي، ولكن حتى الأرقام التي قدمتها المنظمات إلى غداك هي لا تعرف مثلا مسألة العقود هذه التي تعطى للشباب وتعتبر بأنها تشغيل الشباب إلى غداك. هذا اللونساج الذي أصبح أيضا خطر على الاقتصاد الوطني. المهم صراحة أن الشباب أصبحوا يعرفون بأنهم يحكمون بالناس مافيا بسراب، بأنهم كل همهم الوحيد هو كيف يستمرون في الحكم. والآن عندما تراجع أسعار البترول إلى غداك أصبحوا يدقون قوس الخطر. خليك معي إسماعيل. ما أريد. نعم خليك معي إسماعيل. سأعود إليك. نحن مشاهدينا الكرام سألنا أيضا الشارع الجزائري كيف استقبل 5 من جويلية كعيد وطني
عيد استرجاع السيادة الوطنية بعد مضي 53 عاما. ماذا يعني هذا النصر، يوم النصر بالنسبة للجزائريين؟ ماذا حققت دولة الاستقلال؟ نشاهد هذه الأجوبة في الشارع الجزائري. يا أخويا على هذا السؤال أنا أقول لك بلي حكاية هذه عيد النصر، احنا كأبناء شهداء وكمخلصين لهذه الوطن لا نرى منه شيئا، ما نفتخرش بعيد النصر بتاعنا. هذا مش عيد النصر، هذا الحالة اللي رنا فيها اليوم حالة يرثى لها من كل الجوانب. نحن أبناء الشهداء ما كناش نتظروا بلي عيد النصر يولي في 2015 بهذه الطريقة. احنا اليوم ننتظروا من هذه الناس يكفوا عنا هذه المصائب اللي أصابونا بها، ونحن كأبناء شهداء وكمواطنين جزائريين نشعر بالإهباط، ما نشعرش بنصر، ما عندناش نصر، لأن النصر تاعنا دفناه في مقبرة الشهداء بقينا على خير ولم يكن لنا نصر. يا أستاذ، والإعلام الذي يرفرف والنشيد الوطني الذي ينشد هذا، يا أخي أليست هذه مظاهر لاسترجاع السيادة الوطنية؟ يا أخي هذا سيدي تريكاج تاع أوليود، سيدي تريكاج هذا العالم اللي رفرف، وهذه المشاعر والديماغوجية تاع السيادة الوطنية عليهم هما وليست على الشعب الجزائري اللي يلبس الشيفون. اون طون كو بي بروديكتور دو بيترول نلبس الشيفون أنايا ويعطوني قفة رمضان في ان بي بتروليير يا ابو رب مصنفة الرابعة ولا الخامسة في العالم. واش هذا الفقر المدمر علينا يا سيد؟ هل انا نلبس الشيفون كجزائري؟ عندي البترول وعندي النفط وعندي الفوسفات وعندي اليورانيوم ودقلة نور، يعطوني قفة رمضان ونلبس الشيفون؟ هذا مش عيب عار؟ هذه هي السيادة والكرامة؟ هذه هي الجزائر العزة والكرامة؟ لماذا كل هذه الديماغوجية؟ بعد 53 سنة من مرور استقلال الجزائر، هل تشعر أنك كمواطن حر ومستقل وكرامتك محفوظة في الجزائر؟ يا أستاذنا المحترم، لم تكن لنا كرامة محفوظة، ولم يكن لنا استقلال، ولم يكن لنا عزة كما يقولون. احنا مهانون في هذا البلد، احنا مستعمرين باستعمار غير مباشر. ولماذا كل هذا الشيء؟ كيف الجزائر اليوم؟ هذه الجزائر اليوم هذه وجه الجزائر اليوم؟ هذه هي وجه الجزائر منتجة للنفط؟ احنا ما نشعر لا باستقلال ولا كرامتنا محفوظة. طيب مثل ما تابعت أستاذ محمد العربي كلام مؤثر جدا، أهمه فقط أنا أقتطف منه، هل هذه هي جزائر العزة والكرامة ونحن الآن نرتدي ما فضل من ألبسة الأوروبيين، يقصد الشيفون وقفة رمضان، في بلاد العزة والكرامة والبترول والغاز، وذكر هو مواد طبيعية كثيرة، فوسفات وزنك ورصاص وغيره. وهذا اللي تصح له قفة رمضان. المصيبة أن قفة رمضان الإهانة الكبيرة اللي داروها الجزائريين، حتى أنه في كثير من الحالات كانوا يأخذوها بحاويات تاع الزبل، حشاكم تاع يعني الكاميون تاع الزبل اللي ياخذوا فيهم، الشاحنات اللي ياخذوا فيهم الزبل باش يرموه، خذوا الناس قفة رمضان، وفيه اللي صور تلك القفف وهي في حاوية تاع، شوف أي إهانة عندما تشوف عشرات النساء عشرات الرجال يضربوا باش يدخل شكون ياخذ القفة تاع رمضان. ويقولوا بين القفة تاع رمضان، وسمعت وقريت لشهادات كثيرة منهم، أنه في الغالب يعطوا لهم مواد منتهية الصلاحية، في الغالب مواد لا قيمة له، يعني يعطوا الشعب الجزائري، يعطوا له الروز ويعطوا الشعب الجزائري ما يأكلش الروز، ما هوش أسياوي وما هوش حتى يعني الشعب الجزائري، يعطوا له الروز ويعطي له لتاي ويعطي له في قفة رمضان. واحد المسخرة، واحد الوضع يعني ينفجر عقلك، هذا اللي راه يدير البلاد بهذه الطريقة وين رايح؟ لكن هو طبيعي، لأن عندما تأتي بلصوص بناس عندهم ما عندهمش كفاءات، بناس ما عندهمش مستوى أخلاقي، بناس ما عندهمش سيحيط هو نفسه أيضا باللصوص وبالناس اللي ما عندهمش مستوى أخلاقي وما عندهمش كفاءات، لا التزام أخلاقي ولا كفاءة مهنية عملية ولا تفكير ولا عقل
ولا بل لصوص وسراقين في افضل الحالات، وبعضهم اللي كانوا قتالين اللي راهم الان في كثير من المناصب العليا كانوا قتالين وكانوا يعذبوا بايديهم ويقتلوا بايديهم. لما تجد سعداني، سعداني هذا كان رئيس ميليشيا في الواد يقتل بيديه، عمار سعداني كمثال انا اعطيك فقط، لكن الامثله كثيره طبعا. هذول اللي انت شفتهم الان، هذا فريق وهذا طلع جنرال، وكثير من هذول اللي طلعوا كانوا قتالة، كانوا يقتلون بايديهم شعب جزائري، كانوا يقتلون، كانوا يخطفون الشباب 18,000 إلى 20,000 لحد الآن ما ظهر عليهم حتى خبر من المخطوفين والمختطفين، اللي كثيرين خرجوا هم 17 و18 و20 سنة و25 سنة خرجوا من ديارهم ولم يعودوا أبدا، بل أنه حتى أهلهم وأسرهم لحد الآن ينتفضوا ويتظاهروا باش يعرفوا فقط باش يديروا لهم قبر، باش يبكوا عليهم، باش يديروا عزاء كما يسمى وينتهي، لأن الألم ما زال. هذه هؤلاء الآن أصبنا بحيث أن الطبقة، وهذا كان طبيعي، وأقول لك أنا والله منذ 20 سنة وأنا أقول في هذا الكلام، أنه ضربهم الشعب الجزائري، الحرب القذرة اللي أخذوا على الشعب الجزائري سينتقمون منه، سينتقمون منه أكثر من القتل اللي داروه. كيف سينتقمون؟ سيأتون بأردأ الناس، بأسوأ ناس، بأفسد ناس، بأجرم ناس، ويضعون في المناصب، إلا من رحم ربك. تعرف الجزائر هي ما زالت ماشية بالعشر 20% اللي ما زال فيهم شوية كفاءة ولا شوية التزام أخلاقي، ما زال يمشوا في البلديات وفي الولايات وفي بعض الوزارة، وإلا الكارثة ستكون أعم وأجرم عندما تأتي بشخص كان لص مرة أخرى نذكره. ولذلك يأتي هو بالخليفة ويأتي بشكيب ويأتي بحداد وقائمة طويلة من اللي سرقوا واللي سمعنا بهم واللي ما نسمعناش بهم، واللي بالعكس أنت اليوم عندك هذا حداد وصل للصينيين باش يقول لهم تعالوا خذوا نساء الجزائر، الجزائر مفتوحة فيها المال والنساء. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة يصل ضرب خلق الجزائري، عقل الجزائري، كرامة الجزائري، عزة الجزائري؟ نعم إلى هذه الدرجة، وللأسف إلى ما هو قادم أسوأ. طيب دكتور إسماعيل، البعض من المحسوبين على السلطة أو الذين يدرون في ذلك يقولون كفاكم حديث عن شباب الجزائر، فشباب اليوم ليس شباب الأمس، فشباب اليوم ميال للدعة والتقاعس والكسل ولا يريد حب العمل والتفاني مثل ما هو عليه بالأمس، وبالتالي فإنهم يريدون إبعاد هذا الانتقاد الذي يطالهم حول الشباب، ونحن نحتفل اليوم بعيد الشباب. دكتور إسماعيل، دكتور إسماعيل، يبدو أننا فقد دكتور إسماعيل. ما رأيك أستاذ محمد العربي في هذه الحجة؟ لا تتحدث عن الشباب، نحن بذلنا ما في وسعنا من أجل إسعادهم، لكن هنالك طبائع في أنفسهم هؤلاء الشباب يميلون إلى التقاعس والدعاء والكسل وليس حب العمل مثل ما هو عليه شباب الأمس. شباب مثل العجينة، الأطفال مثل العجينة، ترسم فيها ما تشاء، تضعها بالشكل تريده. لو كان هناك نظام سياسي قام فعلا على بناء المؤسسات كما كان يدعي، على دولة لا تزول بزوال الرجال، على أخلاق الشعب الجزائري، على قيم الشعب الجزائري، على دين الشعب الجزائري، على حضارة الشعب الجزائري الممتدة لآلاف السنين، واللي الإسلام هو عمقها وقلبها، هو المحرك الرئيسي لها، لو بنيت الجزائر لماذا غزة اليوم المحاصرة من كل مكان، يحاصرها مجرمي الصهاينة اليهود ومجرمي الصهاينة العرب وعلى رأسهم السيسي، وأنت ترى ما يفعل في مصر، تحاصر من كل مكان، تخنق من كل مكان، حتى اللي كانوا يمروا بها الخنادق أو الأنفاق اللي كانت تمر بها المواد الغذائية وكذا ضربت، مدينة رفح المصرية كاملة حطمت، ومع ذلك ترى الطلبة في غزة، ترى شكلهم. وذكر الدكتور إسماعيل اللي بالمناسبة نحييه مرة أخرى، ذكر أنه كيف وصل الطلبة الجزائريين 1,400,000 طلبة غزة، لما تشوفهم مستويات، لما تشوفهم الكلام، لما يتحدثوا لماذا غزة المحاصرة اللاجئة المختنقة الفقيرة المفقرة تجد فيها هذا المستوى من الشخص، من الناس اللي استطاعوا شبابهم أن يقاوموا. وفي العام الماضي اللي بالمناسبة البارحة واليوم كانت الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي، لماذا شباب غزة يستطيع أن يقاوم من إسرائيل، واحد من أكبر وأعتى وأجرم جيوش العالم، الخامس أو الرابع في بعض الإحصاءات في العالم يواجه إسرائيل؟ نحن اليوم محاصرين، نحن شعب محاصر، نحن شعب أصلا أنت تشوف الناس
تتضارب احيانا على القفه، تتضارب احيانا على الخبز، ما فيش ماء. جزائر تنام على بحار من المياه في الصحراء، بحار. يقولون ان كميه الماء في الصحراء الجزائريه تزيد عن 6000 سنه بالاستهلاك الحالي. مع ذلك مدن باكملها، قرى باكملها ينقطع عنها الماء. في هذا الصيف 40-45، بل ان الصحراء تصل فيها درجه الحراره الى 50-57 درجه. وقبل يومين كنت نشوف في شخص وهو يغلي في البيض، البيض غلاه في بدون حراره، حطوا فقط امام الشمس وشفنا البيض كيفاش يطلع ووضعوا في فيديو. شوف الى اي وضع يعبثون بهذا الشعب. طيب دكتور اسماعيل، وانت تعيش هنالك في الجزائر، يعني انت موجود في الميدان، ما رايك في هذه الحجه التي يطلقها من يدور فلك السلطه بان الشباب شباب اليوم ليس شباب الامس؟ فهذا الشباب ميال للدعاء والتقاعس والكسل، وبالتالي فانه لا، ليس شباب ذلك الشاب الطموح من اجل العمل رغم الظروف ورغم العراقيل التي تحيطه. اولا عذرا على الانقطاع خارج عن ارادتي، اقول بان كل من يقول بان الشباب صراحه يختلفون عن شباب الامس، لا اعتقد. اولا الشباب في الجزائر ما زال صراحه واعي، وما زال ايضا يعرف ويدرك تماما الاخطار التي تواجه البلد الى غداك، ولكن اعتقادي ان الشباب في حاجه الى تأطير، في حاجه الى ان من يوجه هؤلاء الشباب باتجاه انهم يقفون مثل ما اراد الاستاذ زيدون في مجال مساله الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعه. وانا شخصيا بقدر ما نقدم ربما هذا الانتقاد وايضا هذا التشريح للواقع في الجزائر، ايضا المشاهد في القناه المغاربيه المحترمه يحتاج الى الحلول. واعتقد بان الحلول انه آن الاوان بان لابد لكل النخب انها تلعب دورها وان ايضا ان تتحمل مسؤوليتها. عندما نجد بان داخل الجامعه هناك 54 الف استاذ، صراحة أغلبيتهم تقريبا يعيشون على الفتات وأيضا يقبلون بكل هذا المهازل التي يقدمها النظام، وهو قوى الشعب هم أيضا المطالبين بأنهم ربما يرفعون سقف المطالبة على الحقوق. هؤلاء أيضا لابد أن نتحمل مسؤولية، نتحمل مسؤولية أيضا لكل الطاقات الموجودة في البلد التي تكلم عليها الأخ زيتون اللي هي 20%. وأعتقد أنهم أيضا عندما يقولون بأنه ربما الوضع صعب وصعب أنك تواجه هذا النظام، هم لا يعرفون بأن من يحكمنا صراحة يتميز فاحصيه بالوقاحة، يتميز أيضا بأنه هذا الجرأة المتناهية في أنهم يسيطرون علينا وأيضا يضغطون علينا إلى غد. ولكن بالنهاية هم صراحة هم عبارة عن قرارات فارغة. لو يكون هناك ربما تجنيد وتوعية بالنسبة لكل هذا النخب الموجودة في البلد إلى غد، أعتقد أن الشباب يستطيع أنه يأخذ المشعل وإذا يقاوم ويناظم من أجل هؤلاء الذين صراحة عاثوا في الفساد في البلاد. لأنه اليوم وصلنا إلى مرحلة من التعفن السياسي، فأعتقد أنه ليس هناك بلد بمثل من نمتلكه احنا من إمكانيات إلى غداك صراحة يمكن يصل لهذا الوضعية السيئة. الآن صراحة أنه في ابتذال على كل المستويات، وبالتالي أنه الشباب محتاج إلى نموذج، محتاج أيضا إلى أن يكون هناك موديل بالنسبة له حتى يتقوى. لأنه حتى الآن اتهام الشباب أنهم صراحة متقاعسين ونمتع لهو مجون وتعكر إلى غداك أيضا غير صحيح. وأيضا أيضا أن نحاول أن نثبت هؤلاء الشباب. أنا شخصيا في الجامعة أعرف الكثير من الطلبة ومن الشباب الذين ينشطون في التنظيمات الطلابية، وهم محتاجين فقط لمن يأخذ بيدهم. طيب بارك الله فيك أستاذ إسماعيل، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل. ويبقى هذا السؤال مطروحا ومشروعا، حتى وإن سلمنا بأن هذا وضع صار ساريا الآن في الجزائر، يبقى التساؤل الآخر أهم منه، من الذي أوصل الشباب لهذه المرحلة، مرحلة اليأس والقنوط؟ نتابع مشاهدينا الكرام هذا التسجيل الصوتي لبعض الشباب عندما سئلوا عن يوم الشباب في الجزائر وعن ذكرى 5 جويلية. 53 سنة مضت على استقلال الجزائر، ما الذي يمكن أن تقوله كشاب في هذه المناسبة لقناة المغاربية؟ هنا شوف الناس استغلت الحية بصح ما بان حتى هي، يعني رانا غير ندورو، كانت لنا الفيد لا خدمة لا والو، الجزائر ما الجزائر أرضنا ونبغوها وما بان حتى حي. واش تحس أنت؟ هل تشعر أنك فعلا حر وكرامتك استرجعت ومحفوظة اليوم في الجزائر؟ لا مانيش حر في الجزائر، مانيش حر ضربة. لماذا؟ لماذا ما نشعر؟ احنا ما عطاوناش حريه، الديجان ما عطاهمش حتى حاجه، عطاوها غير النساء. هذا ما كان، الديجان ما عطاهم حتى حاجه.
في رأيك أن الجزائر لم تحقق المبادئ التي دونت في بيان أول نوفمبر 54، إنشاء دولة مستقلة في إطار مبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ودولة ديمقراطية، لم تتحقق هذه المبادئ في رأيك؟ لا، لم تتحقق مبادئ تحية ما شنعتها حاجة. هنا يدرك لنا لا خدمة لورنا عين دور الزنق القنوطة، هذا مكان حتى رجل البوليس يرفدونا وحدهم، مش عارف قاع له، ما عدناش حرية، احنا اللي جاء ما عدناش حرية، صالة زير اي قضاك ما بين حتى حي. معناها التضحيات تاع 1.5 مليون شهيد راحت غير هاكا، ما بين حتى حي. شحال عندك من سنة انت؟ عندي بنطرو. بنطرو، مش خدام؟ مش خدام، حاجة مش خدام، هو انا غير دور، لا خدمة لا والو. 53 سنة مضت على استقلال الجزائر، ما الذي يمكن كشاب أن تقوله اليوم في هذه المناسبة لقناة المغاربية؟ هذه أنا معلم، نقول أنا ضيعنا حياتنا، ملي خرجنا غير الحبس، عمرونا حباس، حنا نتام، كلا خدمة لا والو، جاو ما يعرفوا، ما داروا لنا خدمة ما والو، وين تروح يقول لك كازي، أنا مقلبين لي راسي بكازي، كي يروح يقول لك كازي، أي مؤسسة كازي، قلت له عيب القنص، أنا مش باغي نهضر في الماكلة خاشي يقفوني بالشام، جا لي المكان لا دولة لا والو، ما يعرفوا. أنت اليوم كشاب هل تشعر أنك حر وكرامتك محفوظة بعد 53 سنة من استقلال الجزائر؟ وين كرامتي محفوظة؟ أنا قلت لك أسمعي عيب قاسم كل خدمة سيسو لونسي سيسو حرام صعب، مش فينا من والو، يدو غير صحاب درامي زبيد، حنا اللي جينا وصلنا شعر غير منا زون قلت له هو فيه مريحين ما يديروا والو، كاشويات الكيف هذا مكان ما يديروا والو، أيوم بعد يجوا يرفدوك يقول لك شنو درت شنو ما درتش، وصحاب الدراهم صحاب التكييات مفولين عليهم. طلعوا على ليجان شويه يشوفوا كي راه صارين راه ميتين اخوتي، والله لا ميتين، راهم غير قنوتهم، انا شبعهم حباش، شبعهم دبازي، شبعهم كلشي، واللي بدراهم كاع ما يخربوش. معناها في رايك ان التضحيه دونا خدمه، دونا خدمه، شوفوا فينا شويه، دبروا لينا وزينات منا سبونسي اش حاجه. معناها في رايك ان التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري 1.5 مليون شهيد راحت باطل، ما شفنا منها والو، غير الهضره باللي ماتوا منا، بصح البلاد كاع ما كان والو، كاع قولوا له فاصا فاص ما كان والو، حيه ما انا شايفينها. شحال عندك من سنه؟ عندي 20 ايام ما كان والو. ماكش خدام؟ ماني خدام ما والو، قاعد مريح كيما هكا شوماج، لقيت كاتلنا لا خدمه لا والو، وين تروح يقول لك كازي؟ قلت لنا غير بالكازي، عياش لي سيدي واحد يعيط كاع يفحص كاع ما يقعدش يدراجيه. أرحب مشاهدينا الكرام بانضمام الأستاذ طاهر بالأخضر أحد قيادي الجبهة الشبابية إنقاذ. أستاذ طاهر، ونحن نتكلم عن ذكرى الاستقلال ويوم عيد الشباب في الجزائر، هل توافق من يذهب إلى هذا الرأي؟ ربما البعض يراه خطيرا لكنه بالفعل واقع في الجزائر، أن الشباب القانط واليائس والمنتحر والذي يفكر فقط في حل نهائي، هؤلاء كلهم عبارة عن قنابل موقوتة في الجزائر، ربما يتحولون إلى دواعش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك وحيي ضيفيك الكريمين الأستاذ العربي محمد العربي والأستاذ إسماعيل. وبالمناسبة أحيي أترحم على أرواح الشهدائنا الأبرار، وأحيي المجاهدين الصادقين الذين ظلوا أوفياء للخط النوفمبري دون أن يؤثر فيهم ترغيب ولا ترهيب السلطة. أخي الكريم، قبل ذلك إذا سمحت أريد أن أعرج تعريجة تاريخية، فأقول أحيي بهذه المناسبة أيضا من أقرى هذا التاريخ، أي 5 جويلية تاريخ الاحتلال الفرنسي، لأن يكون أو أراد أن يكون هذا التاريخ تاريخا للانتصار، وذلك إرادة منه لمحو ذكرى الهزيمة من تاريخ الشعب الجزائري وتثبيت ذكرى الانتصار، وهذا وعي عميق بأهمية التاريخ. كما أحيي في نفس الوقت الذي أقر أن يقترن عيد الاستقلال بعيد الشباب، لأنه أراد بذلك أن يتذكر الشباب في عيدهم نموذجا للاقتداء، وهو جيل نوفمبر الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية إنقاذا لهذا الوطن. وهذا أيضا أخي الكريم وعي أصيل بأهمية التاريخ الذي حدث في مطلع الثمانينات، والذي قابله كما تذكرون تيار استيصالي رفع شعار التاريخ من المزبلة. أخي الكريم، أما عن سؤالك فإن وضعية الشباب وضعية مأساوية حقيقة، ولا تبعث على الأمل، لولا فسحة الأمل ولولا أمر الله لنا بأن نكون على المحسن الظن به، إنما يعاني الشباب اليوم لم يمر به في تاريخه أبدا
من تهميش واحتقار وانتشار لجميع ظروف فساد، وهذا هو طبيعة النظام المستبد، لأنه يريد أن لا يهتم الشباب بالشأن العام، يريد أن يغيب وعيهم، يريد أن يحصرهم في التفاهات ويبعدهم عن القضايا الكبرى. ومن هذا المنطلق أيضا يسعى النظام الاستبدادي لإبعاد الشباب عن الاهتمام بهذه الذكرى، لأن طبيعة النظام الاستبدادي هو سعيه الدؤوب لتغيير وعي الشعب بواقعه من جهة، ومن جهة أخرى بفصله عن ماضيه الذي يمكن أن يشكل رصيدا معنويا دافعا لتغيير هذا الواقع. من هذا المنظور يجب أن نفهم تعامل السلطة مع أحداث الثورة الجزائرية ببساطة، لأنها تمثل رصيدا معنويا يبعث على الاهتزاز ويقدم نموذجا للتضحية من أجل هذا الوطن، وهذا ما لا تريده السلطة. السلطة تريد للشباب أن يظل مفصولا بعيدا عن أهدافه الكبرى. اليوم هدفه هو تحييد الشباب عن الاهتمام بقضايا الوطن وتوجيهه نحو المهرجانات ومباريات كرة القدم، ليست كثقافة ورياضة في الكريم بل كمخدر. وهنا المشكلة الكبرى، حينما يفقد الجيل وعيه بماضيه وحاضره فيصبح مستقبله في خطر. لقد أصبح الشباب الجزائري يتطلع إلى الهجرة وإلى الهروب بعد أن فقد الأمل في أن يعيش في هذا البلد الذي هيمن عليه الاستبداد والفساد الكريم. طيب خليك معي، يبقى معي أستاذ طاهر، سأعود إليك. أستاذ محمد العربي، يعني هو واقع مزري فعلا، الذين يعيشون في الجزائر يتحدثون عن واقع بائس ومزري فعلا للشباب، لكن أين ذهبت هذه المشاريع؟ السنوات الأخيرة كلهم يتحدثون عن مشاريع للشباب، إعادة تشغيل الشباب، مشاريع الأنساج، أموال توزع يمنة ويسرى، أجهزة كذلك، إيش مصير المشاريع هذه كلها؟ لا، هو المقولة في الجزائر يقول لك اللي عنده نزيدوا له واللي ما عندوش نحوله. يعني المبدأ اللي انتقل به النظام هو أنه يخرج لك صور مزورة، صور مزورة عن المجتمع، صور مزورة عن السياسة، صور مزورة عن الاقتصاد، صور مزورة عن العمل، صور مزورة لمستفيدين هو مجتمع 5-10%، ما بين 5-10% مستفيد ماديا، يعني متضرر من أشياء كثيرة لكن مستفيد ماديا، وهؤلاء هم اللي زادوا لهم. يعني لونسيج خذوا بعض الشباب لكن هذو كانوا الاستثناء، اللي خذوا أكثر هم اللي عندهم علاقات، هو اللي عنده باباه قاضي، اللي باباه سفير، اللي باباه عقيد، اللي خاله جنرال، اللي عمه وزير، اللي عمه، هذول هم اللي خذوا. وأحيانا حتى أولادهم، بل أنا أقول لك مثلا الآن مازال أولادهم يجوا إلى الدول الغربية، بريطانيا بشكل أساسي الآن يرسلوا لها أولادهم، يجوا بالبورس تاع المنح اللي هي رسميا ممنوعة، قانون ممنوع، أبناء الشعب طلبة المتفوقين ممنوع عليهم الآن يجوا يدرسوا هنا، لكن أبنائهم هم يأخذوا. في سفراء أنا أعرفهم يأخذوا 15,000 يورو في الشهر، 15,000 يورو في الشهر، كان يأخذ 18,000 يورو في الشهر، لكن مع ذلك ولاده كلهم درسوا في الخارج بالمنح نتاع الدولة. نحن عندهم مال ضخمة، رجال أعمال، رجال نهب المال بعبارة أدق، لكن الشباب الحقيقي المتفوق يدمروه تدمير هائل. ولذلك تجد المخدرات، نعطيك مثال، هذا بسطيلة الأمس رفعوه إلى فريق، هذا قائد الدرك 73 سنة عمره، ابنه قبل أسبوع أو أسبوعين في حديث في ميناء الجزائر مستورد عبر شركة وطنية حاويا تاع مخدرات، حاويا تاع مخدرات وفضيحة، لكن مع ذلك هو يترقى إلى فريق، لأن كلما كنت فاسدا، كلما كنت مجرما، كلما كنت لصا، كلما كنت سارقا، سنعطيك مناصب أعلى، سنزيدك في الترقيات، أنت اللي نحتاجوك، أنت اللي نحتاجوك. كانوا اللي مروهم إلى رتب 97-98-99 كانوا في الغالب، اللي مروهم طبعا نحكي على اللي بروموسيون اكسيبسيونيل كما يسمونه، كانوا في الغالب القتلة اللي عارفينه أنه قتل بأيديه. هذا هو البلد اليوم، البلد اليوم. ولذلك أنا مرات يقول لك أين الحل، للأسف في أشياء كثيرة ممكن نتحدثوا فيها لكن الوقت يضغط، أين الحل؟ الحل يا إخوان، وهذه دائما خلينا نختموا بالحل. طيب، لكن المشكلة هي هذا اليوم، الطبقة التي تحكم متحكمة قهرا وقسرا في هذه البلاد وفي هذه 40 مليون هي طبقة مجرمة وليس فقط ومتكبرة، هذه ورثة الكولون. أحيانا نسمع أنا يقول لك الجيش الجزائري سليل جيش التحرير، والله ما هو سليل جيش التحرير، كذبتم، جيش التحرير في الغالب طردتوهم وسجنتوهم، وكان اللي راه يموت الآن بالقنطة هو عمره 75-80 سنة وهو يرى الدمار اللي وصلت فيه البلاد. وتصلني اتصالات بعض الرجال الكبار اللي نحييهم بالمناسبة، مجاهدين حقيقيين، هذا جيش الحدود حتى لا نقول جيش كولون. طيب أستاذ طاهر بالأخضر، ما المخرج من هذا الواقع المزري الذي يعيشه الشباب في الجزائر أمام ما تصرح به منظومة الحكم على لسان عبد العزيز بوتفليقة من أن الجزائر ليست بدعا من الدول الفاسدة الأخرى في العالم ونحن بالمرصاد لهذا الفساد؟
كيف يخرج الشباب من هذا الواقع البئيس المزري، وكيف يتخلص من هذه منظومة الحكم التي فرضت نفسها فرضا بداية مسترجع السيادة الوطنية 62-900 إلى العام الحالي؟ حدث ودائما أنا أستلهم مواقفي من ثورة التحرير المجيدة، فالوضع الذي تعيشه الجزائر لا يكاد يختلف كثيرا عن الوضع الذي عاشته الحركة الوطنية قبل اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 1954. لكن السؤال، هل ممكن أن تنتج المعارضة طبقة سياسية أو نخبة سياسية واعية كتلك التي أفرزتها الحركة الوطنية رغم ما كانت تعانيه المعول عليه اليوم مع المعارضة؟ لكن المعارضة إذا أرادت أن تقدم نموذجا للتغيير يجب أن تثبت للشعب الجزائري أنها قادرة أن تكون بديلة عن النظام، لأن الشعب لا يمكن أن يلتف حول معارضة ربما في كثير من مواقفها لا تختلف عن النظام، وأحيانا حتى في ممارساتها الداخلية داخل الأحزاب لا تختلف عن النظام. هذا الذي يجعل الشعب يترقب بعيدا ويتوجس من هذه المعارضة. فإذا استطاعت المعارضة أن تقدم نفسها من خلال مواقف صادقة واعية جريئة صريحة شجاعة قائمة على ولاء مطلق لله سبحانه وتعالى ثم للشعب الجزائري، فإن الشعب سوف يلتف حولها. أما إذا ظلت المعارضة في الموقف الذي يراوح بين النظام ساعة وبين الشعب ساعة وينتظر أن يتفضل النظام عليه بالتغيير لتتولى هي بعد ذلك قيادة العملية، فهذا أمر مستبعد. أما إذا استطاعت أن تتجاوز هذه الحسابات الأمنية الضيقة والحسابات الحزبية الضيقة وأن ترتفع إلى مستوى المرحلة التي تتطلب تجميع كل الصفوف وتوحيد كل الطاقات، فإن الشعب سوف يلتف حولها. شعبنا عبر تاريخه كله أننا حينما يجد قيادة صادقة واعية تتعامل معه بصدق وإخلاص ومستعدة للتضحية قبل أن تطلب منه التضحية، فإنه سوف يلتف حولها ويحدث التغيير السلمي المنشود. أخي كريم، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق الأخضر القيادي في جبهة سمير الأنقاذ، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. عود أستاذ محمد العربي، 3 سنوات ونحن نتحدث عن الإطار الثاني، النظام معروف بمناهجه ببرامجه بمخططاته، لكن ماذا عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضة؟ يعني ترى هن مثل ما كان يقول الأخ، متى يأتي ذلك اليوم الذي يتجاوزون فيه خلافاتهم وأفكارهم وأيديولوجيتهم لمعارضة النظام معارضة جادة؟ بالمناسبة الحقيقة الأستاذ طاهر فاضل، شوف، المعارضة اللي تبكي مع الراعي وتأكل مع الذيب مش معارضة، هذه مخادعة. المعارضة اللي ما زالت عندها عناصر في البلديات وفي الولايات، المجالس الولائية والمجالس البلدية، ما يسمى بالمجالس الولائية، هي لا مجالس لا والو، هي تاع نهب وسرقة وفي الغالب يعني إلا من رحم ربك. المعارضة اللي ما زالت فيما يسمى بالبرلمان المزور، اللي هما قالوا مزور وبكاو ومانيش عارف وعملوا كل شيء، هذه لن يسمع لها الشعب ولن يخرج لها الشعب وسيعاديها الناس، لأنهم يعرفوا أن هذه معارضة ليست صادقة. اللي مش قادر يتنازل على شهرية 40 مليون اللي يأخذها في الشهر من ما يسمى بالمجلس الشعبي، هذا مجلس اللصوص والحفافات في أفضل الحالات، هذا ما هوش مستعد، ما يقدرش يغير، والناس ما تسمعلوش. هما يظنوا باللي يقدروا يخادعوا الناس بهذه الطريقة. أنا إذا كانت المعارضة حقيقة، أنني صراحة سألت برلمانيين هذا السؤال بس أستاذ محمد عارف. نعم، أحد البرلمانيين كان ضيفي على المباشر، سألته قلت أنتم تعارضون النظام، رجل هنا ورجل هناك، لماذا لا تخرجوا من هذه المؤسسات التي تقول أنا دستوري؟ قال يا أخي، إن خرجنا نحن فإن النظام يضع من يثق بهم في مناصبهم. دعهم يضع، دع يضع، أنت ليش زيّلوا الديكور؟ أنا سمعت هذا القول، دعه، أنت راك زيّلوا في الديكور، أنت راك تقول أنا معارض والناس يشوفوك وتخرج تقول لهم أنا معارض نحب نغير هذا النظام، بس أنت تشارك فيه، تشارك في ولايم وتشارك في خراب وتشارك في سياسات وتشارك في ميزانيات وتشارك في الدنار، ما تشاركش. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، ما تشاركش. من لم يستطع أن يغير المنكر بيديه فليغيره بلسانه، ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه. ما تقوليش أنا كي ناخذ أنا يجيب هو القائمة، خليه يجيب والناس ترى. تلك الناس ذاك الوقت يقول لما تخاطب أنت الناس ولا عندك مصداقية، لما تخاطب الناس تسمع لك، لكن ما تقدرش الناس تسمع لك وانت عندك نوابك والنائبة هنا وربعين مليون لهي ودير في الإضافات، ما يسمعوا لكش. هذه هي اللي عطلت، هذه هي اللي دمرت البلاد. احنا حاولنا نشجعه وحاولنا نقوله وذكرناهم سرا وعلنا، خلاص صراحة، ولذلك أنا نقولها علنا ونقولها بقوة الآن، أنتم تعطلون هذه المعارضة، هذه هي اللي تعطل اليوم. طلع علينا حزب سماه الطلائع رؤوس استئصالية ويقوي حب التغيير، لن يمشي معك أحد، لن يسمعك أحد.
رؤوس استئصالية هي اللي تقودوا. تأتيني باللي اللي كانوا يقولوا لن نقبل نرفض تغيير في المطلق، لن نقبل ما قدمته المعارضة الحقيقية في 95 في تاع سانتي جيديو جلوبال ما يدون الديتاي، توضعه هو الشخص الثاني في الحزب وتقول لي أنا نقدم. أنت لن تقدم شيء، أنت لن تذهب بعيدا، أنت بالعكس ستعطل التغيير وستعطل المسار، ستعطل المسار. إذا كنتم أحرار حقا، إذا كنتم تريدوا التغيير حقا، أضعوا هذه الأمور وما زال الوقت ممكن، ضعوها جانبا وقولوا كلمة واحدة: الجزائر في خطر، خطر حقيقي لدمار في أفضل الحالات، في أفضل الحالات نجد أنفسنا في وضع نتاع السلاح ونتاع التسعينات، هذا إلا ما كانش الوضع أبشع وأجرم مما آلت إليه الأوضاع اليوم. طيب كيف يعود الأمل للشباب وهم يحيون عيدهم؟ كيف يعود الأمل للشباب الذي يعاني من اليأس والقنوط وكل الظروف الصعبة؟ كيف يمكن للشباب أن يستعيد الأمل في الجزائر؟ الشباب يستعيد الأمل أولا بالمثال وبالقدوة. عندما يرى الناس يقدموا مثال وقدوة حقيقية فالناس تقدم. لماذا أقدم في 54؟ لماذا أقدم الشباب عمره 18 و19 و20 سنة؟ وهما مرات يزوروا التاريخ يجيبوا ناس كانوا مانيش عارف وين كانوا يقولوا هذو كانوا في المضاد. طيب لماذا أقدم الناس؟ لماذا أقدم الشباب في هذاك الجيل؟ اللي دار الثورة يعني. كانت قضية إخراج فرنسا من الجزائر هذه كانت معجزة بكل المقاييس. هذه معجزة إلهية. هذه معجزة إلهية، لكن لماذا آمن بها الناس؟ الناس قالوا أنتم مجانين، أنتم تخرجوا فرنسا 1000 واحد ولا 2000 واحد بخناجر وبسلاح أبيض والأفضل فيهم واحد عنده نتاع بنادق الصيد يخرج فرنسا اللي عنده المدافع والطائرات وقوة عظمى وإمبراطورية عظمى. أنتم نعم أخرجوا فرنسا، لماذا؟ لأنهم آمنوا ورأوا القدوة، رأوا بن بولعيد ورأوا بن المهيدي ورأوا زيغوت ورأوا عميروش ورأوا بن خدة ورأوا شعباني ورأوا قائمة طويلة يعني من الأحرار من القدوة. ومات الناس واستشهدت الناس وعشرات الآلاف قتلت وقرى دمرت ومدن حطمت والمقصلة وزبانة هاي الناس لما رأت ذلك اندفعت الثورة. الثورة في 56 اللي انطلقت حقيقة وانطلقت بالشباب لما انضم لها الطلبة والجامعين والشباب لأنهم رأوا حقيقة الناس تضحي وتقدم تضحية. ما تجينيش بأنت تشارك وتنهب وتدخل منا ومن هيه وتجي تقول لي التغيير. الحل هو أن يتظاهر الناس، أن يخرجوا ويوقفوا هذا المنكر، هذه الجرائم، هذه السرقات، ليسقوا في الأراضي أمامهم، أراضي عامة، حدائق عامة تتحول بين عشية وضحاها إلى بنايات، أموال الأمة تنهب، أموال الشعب الفقير ينهب، والناس أطفال صغار يقتلهم الحر في الصيف ويقتلهم البرد في الشتاء. جزيل الشكر لك أستاذ محمد عربي زيطوت الدبلوماسي السابق وعضو أمانة رشاد. الشكر موصول لضيفينا الكريمين الطاهر بالأخضر عهد قيادي الجبهة السياسية للإنقاذ، دون ما أنسى الدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. صحافتكم.